المشاركة ديال بنتي في الصالة الأكاديمية بادئة دي بدء لم أكن راضي، هذا هو الواقع. لكن بعد مرور بعض أسابيع ما أظهرته من ثقافة عالية ومن حسن سلوك وأخلاق، والأساتذة الأكاديميين المشرفين على هذه المؤسسة الواقع يعني رضيت عليها، لا مانع يعني لا مانع، لا سيما وأنها كانت عبارة عن سفيرة بلد المغرب في لبنان، حيث أنها في كل مرة كانت تعبر عن جمالية الوطن، جمالية المغرب وشعب المغرب، كذلك يعني الحوار كانت تحسن أداء أدوار والحوار بجميع اللغات الحمد لله، يعني مما جعلني أكون راضي عنها. النصائح وأنها تكون ملتزمة بالوطنية ديالها كما ربيتها، هذا أهم حاجة عندي، أنها تكون وطنية كما ربيتها على الوطنية، تبقى ملتزمة بالوطنية ديالها وتعز بالمغرب ديالها، هذا هو اللي كيهمني أنا. بنت المغرب تبقى دائما أصيلة بنت المغرب. المنتقدين حنايا دائما الحمد لله يعني عارفين ان المنتقد يعني لابد اي شجره مثمره كتضرب النقد هذا، يعني كاين اللي غادي يكون الجميل وكاين اللي غادي يكون القبيح، لكن الحمد لله انا كنشوف ان الاغلبيه الساحقه بالوطن العربي كاين الشعب ديالي وكيمشي فيها، هذا هو اللي مهم. لها تكمل الدراسه ديالها، هذا هو اللي كتبنا تكمل الدراسه ديالها، هذا هو اللي مهم. القضيه ديال رفائيل هذا طالب معها في السار اكاديمي مجرد طلاب، انا عارف بنتي وعارف الفكر ديالها بالنسبه لقضيه الزواج ولا قضيه كذا، هي باقي الولد باقي صغير وباقي وهي باقيه صغيره وباقي عندها مشوار طويل، يعني قضيه الزواج هذا كيبقى خيار شخصي لاي فتاه، يعني سواء بنتي ولا ماشي. الحمد لله استقبال رائع وما فضلهم هما، هذا الاستقبال كاين. ايه حنان حنان فخر المغرب، حنان ايه حنان صراحة هادو ماشي معجبين، هادو عائلتي، هادو كلهم انا من غيرهم ما كنسوى والو، الله يخليهم ليا يا ربي، ان شاء الله نكون شرفت المغرب احسن. السلام عليكم، معكم سكينة نجمة ستار أكاديمية 11.
جيت باش نشوف صاحبتي حنان باش نستقبلوها في المطار. صراحه كان استقبال رائع في المستوى منظم، تستاهل حنونه بنت بلادي، وكنتمنى لها التوفيق. وكنقول لها بلي واخا ما ديتيش اللقب كيف ما كنا حنا ما ديناش، الفنان هو اللي كيخدم على راسه برا، يعني اللي كيثبت الوجود ديالو في الساحه والميدان الفني على برا. الاعمال ديالي هما اللي غادي يقولوا لكم واش انا كنستاهل المحبه ديال الناس ولا ما كنستاهلش. الناس اللي جاوا عندي المطار وما قدروش يشوفوني، لانه الامل هو صراحه هو اللي قال لي خاصك تخرجي من واحد الباب، حيت ما يمكنش حنا نسمحوا لك تخرجي من هذاك الباب. ما سمحوش لي اطلاقا، كنقول لهم عافاك خليوني، ولكن خافوا عليا وخافوا حتى على الناس اللي جاوا عندي بيوقع شي حاجه بيناتهم. دونك كنت تسمحوا لي بزاف، وان شاء الله غادي نشوفكم كلكم. كنحماق عليكم كلكم، شكرا لكاع اللي جا طنجة تطوان المغرب المغرب العربي كله العالم كله في اي بلاصه جا عندي كنبغي نشكرو. وكنحماق عليكم وكنتاسف مره اخرى وسمحوا لي بزاف. كنقول موقع سيداتي ان شاء الله من نجاح الى نجاح، وان شاء الله ديما متالقين وكنبغيكم.